فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل الصلاة في القميص الداخلي، يقول الثياب الداخلية، هل يصح ذلك إذا كان على عاتقه شيء مع أن أكثر كتفه مكشوف؟ وستر الكتف ليس واجبا إلا عند الإمام أحمد في رواية، وإلا هو ليس واجبا ما دام أن السترة تثبت على عورته فلا يلزم أن يضع على عاتقه شيء، إنما هذا من باب الاستحباب عند الجمهور. نعم.